اعداء الرجال. ايش يقول؟ يبيك يبيك ابو اسلم. البيت البيت بس الاخير معليش احنا كثرنا عليك. كيف نركع للمقفي في الحياه وحنا ما ركعنا للمقفي في صلاه الميت؟ السلام. طبعا ما يركع ليش يركع؟ ايش الكلام هذا؟ نجي مسلمات انت؟ ها؟ تبون مع بعضي؟ يوم ناديت يوحي يوم نادي مضاق صدري في حياتي سلام والنوم ما حارب عيوني والهم جرحه ما شكيته من الفراق مصيبه بحسدي كم حد بيح بشدة من عصر أبو زيد الهلالي والناس ما فيهم صح الله لسانك يا ابو سلام. الله تبارك الله. استيري حبينا نغير الموضوع شوي حركة كذا لازم حركة لازم